موجود شبكة تانية اللي هي شبكة الواي ماكس. شبكة الواي ماكس عن طريقها ببعت للمحطة الرئيسية في المقطم، وباخد منها اللي يخصني هنا كمسطحات على حاجة اسمها ABL Automatic Vehicle Location، بحيث ان انا كمسطحات اخد العلامات السياحية والخدمات بتاعتي، والنجدة تاخد عربات النجدة، والسياحة تاخد اتوبيسات السياحة، كل جهة تاخد اللي يخصها عن طريق نظام الـ ABL اللي هو عن طريق شبكة الواي ماكس. ودي طبعا كلها أنظمة حديثة في وزارة التكشف. أصبحت الإحداثيات بتجيلي هنا بستقبلها في غرفة العمليات، سواء العائمة طلبت إغاثة أو ما طلبتش، كده كده الإحداثيات دي بتجيلي هنا في الغرفة. بتجيلي عن طريق الجهاز اللاسلكي المرتبط بوحدة جي بي إس. جات الإحداثيات هنا ببتدي أوقعها على الخريطة وأحدد مكانها. المشروع ده هو المفروض ان هو في ثلاث مراحل اتنفذت. المرحله الاولى اللي هي ان احنا عملنا البنيه الاساسيه للشبكه في خط السير من القاهره لغايه اسوان، اتعملت البنيه الاساسيه بتاعته. وبعد كده المفروض ان في المرحله الثانيه هتبتدي الخرائط الالكترونيه، لان احنا كنا في النظام القديم على نظام الاتش اف كنا شغالين بخرائط يدويه، ما هياش خرائط الكترونية حديثة. الخرائط الالكترونية الحديثة بتحدد لي المكان بالظبط، وتقدر اقدر اربطها بقاعدة بيانات. لما بتجيلي الاغاثة اقدر اعرف فين اقرب لانش خدمة بالنسبة لها، اقدر اعرف فين اقرب مستشفى، فين الاسعاف النهري، وبالتالي اقدر ابلغ الخدمات القريبة عشان اختصر في الوقت، عشان الوقت ما يجيلي البلاغ او وقت ما تجيلي الاغاثة ببتدي احرك القوات القريبة من مكان الاغاثة.